قارن بين تجربة تونس وتجارب أخرى، هل لأن المؤسسة العسكرية في تونس ليست ربما من المكونات الرئيسية كما يطرح البعض، على الأقل ليست مكونا رئيسيا كما هو الحال في دول أخرى، هل كان في هذا دور رئيس لما حدث في تونس ولسير التجربة في هذا الاتجاه؟ هي شاركت في الثورة باعتبارها تدخلت في صالح الشعب ورفضت إطلاق النار على المتظاهرين، إذن هي عنصر من الشعب، وكثير من التجارب الديمقراطية الانتقالية في الواقع تمت عبر المؤسسة العسكرية. وأنا أعتقد عندكم يعني في البي بي سي في 18 يناير 2011 قلت من الممكن أن تمر التجربة الديمقراطية عبر المؤسسة العسكرية التونسية، لأنه حدث في أمريكا اللاتينية تركيا إلى آخره، ليست دخول دائم، لأنه تونس لا سمح الله لو سقطت في شبه حرب آلية فإن المؤسسة العسكرية ستكون آخر خط دفاع وتدخل. بما أن السياسيين نجحوا في إحداث وفاق تحت الرباعي فلا حاجة إذن لتدخل المؤسسة العسكرية لضبط الأمن، هذا ما حدث بالضبط. شكرا لك. معلش دكتور انتهى الوقت. دكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، أشكرك جزيل الشكر على